إحنا صفقة القرن صفقة باطلة ابتداء، وهي شبيهة بوعد بالفور المشؤوم، وأكيد الشعوب العربية والشعب الفلسطيني سيسقط هذه الصفقة، والرهان كل الرهان على زناد المقاومين في فلسطين ولبنان وعلى محور المقاومة. وهذا تعبير صفقة القرن تعبير عن الأزمة اللي بيعيشها المشروع الصهيوني الأمريكي في المنطقة. شعبنا الفلسطيني كما عودنا في الاتفاقيات السابقة كان هو بصموده وتحديه لكافة القرارات، رافضا لهذه الاتفاقيات وإجهاضها في كل مرة تخرج علينا الإدارة الأمريكية والقرارات الدولية بهذه القرارات الرعنة. أول شيء بحب أحكي لكل العالم فيما حولنا في المخيم البقعة ومن الأردن كاملة، فلسطين إلنا، ومش واحد زي دونالد ترامب يوقع لي وثيقة عشان يبيع أرضنا ويبيع الدول العربية. إحنا إيد واحدة إن شاء الله ما بتنباع، ولن تمر هذه الصفقة ويسقط ترامب وأتباعه. هذا هو الرد على ترامب اليوم. الشعب الفلسطيني بكل مكوناته وبكل فصائله يرفض هذه الصفقة بالكامل. طالما أن الفلسطيني يرفض بشكل كامل، فكل هاي المقدمات لن تكون سوى حبر يعني على ورق فقط. الشعب الفلسطيني اليوم خرج في كل المدن، في كل القرى وفي كل المخيمات، في لبنان، في غزة، في الأردن، في الوحدات، في كل المناطق. وبالتالي نعلن بشكل واضح وصريح بأن صفقة القرن لن تمر. يا محل.